النحلة تتجول وتسمع. نحن اليوم بجبال منطقة دورتيول بالجنوب التركي، متابعة لمن حلنا بالموسم الخريفي هذا نبات العجرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مناحي الغذائيات المونة. نحن هلأ بموسم الخريف، متفتح عنا نبات الطيون. الطيون عسل مفيد، وهي نبتة علاجية بيستخدموها بالطب العربي. يكون فينا نشوف صروح النحل على الطيون مثلا. الطيون نبات علاجي بيستخدموه بالطب العربي، عسله لذيذ هذا الموسم الخريفي. جايين نحن نتفقد النحل ونشوف كيف شغله على العجرم والطيون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، الزوايد الشمعية دليل الخير. بسم الله ما شاء الله، في شغل الحمد لله. هذا قرص عسل، فينا نشوف العسل المختام والعسل اللي الآن عم ينضجه النحل. هون في حبوب لقاح فينا نشوفها على الشمس. النحل جامعة اللي لونها أصفر فاقع هي حبوب اللقاح، النحل بيدفنها بالعسل. هذا قرص العسل. بسم الله لأنه الموسم جاي على خريف وشتاء، النحل بلش يعكبر الخلية. هذا عكبر، هذا عكبر خام طبيعي 100%. بسم الله. كمان هذا قرص عسل ما شاء الله ما شاء الله، في شغل الحمد لله. إن شاء الله بيطلع عنا قطفيت موسم الخريف إن شاء الله. بعد ما نقطف بدنا نشتت. حياكم الله وبياكم زبائننا الكرام، زبائن محل غذائيات الموني. كما عودناكم وكما عهدتمونا، ما منجيب لكم غير العسل الأصلي الصافي المكفول من الغش. مرحبا بكم، وخدمتكم شرف لنا.